شكرا كابتن عادل، تحية لك وتحية لكابتن وسام وللمشاهدين والمستمعين الكرام أينما كانوا. احنا نتكلم عن مباراة الأسبوع، نتكلم عن العربي والأهلي. فريق النادي العربي يطمح لثلاث نقاط بكل قوة، يتعادل مع فريق نادي الدحيل صاحب المركز الثاني، وفريق النادي الأهلي يبحث عن أول انتصار. عموما معنا مشعل المالك مدير الفريق في النادي العربي. مشعل يعطيك ألف عافية. فريق النادي العربي قاعد يقدم كرة قدم جميلة، قاعد يمتع في 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 المباريات الماضية. يمكن ناقصكم خط الدفاع، وهل السبب ان ارون في 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 المناطق الخلفية، ولكن اذا ارون رجع لخط الوسط يمكن من يقدر على العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا طبعا الفترة اللي طافت عانينا من غيابات في خط الدفاع، غياب الاسباني مارك مونيسا وبعدين احمد سهيل، فكان يعني اضطراري الشيء. حاليا شبه الصفوف اكتملت، ان شاء الله اليوم تكون مباراه ممتعه لنا، ونقدم نقدم الاداء المطلوب ونطلب ثلاث نقاط. بس ديربي الهلال دائما مختلف، دائما له نكهته، فمش من السهل تفوز على الاهلي. طبعا مباريات العربي والاهلي دائما تكون حافله بالاثاره، يعني يكون فيها اهداف، تكون مباريات جميله. طبعا احنا مصرين ومصممين على الفوز اليوم ان شاء الله، عشان على اساس نحافظ على موقعنا في جدول الترتيب. واثق من الفوز باذن الله. يعطيكم الف عافيه، اتمنى لكم التوفيق. على الجانب الاخر عيسى المالكي المسؤول الاعلامي للنادي الاهلي. الان اليوم الجمهور يبحث عن اول انتصار للاهلي. عليكم السلام. تبحث عن وشو؟ انا اقول لك ابحث عن الفوز اليوم. اليوم ديربي الاهلي، هذا ديربي الهلال معروف فيه. طبعا دائما حتى في ملعبهم احنا ناخذ النقاط باذن الله ان شاء الله. اكيد المدرب اكيد صامل انه ياخذ النقاط ذي الثلاث، لان وضعنا ما يطمن، وباذن الله ان شاء الله ناخذ النقاط الثلاث. طيب احنا اليوم لما نتكلم عن فريق النادي الاهلي اللي قدم يعني موسم، او نقول القسم الاول كان استثنائي جدا في الموسم الماضي، شو اللي صار له انه يكون بهالدروب؟ يعني في الموسم اللي فات انت نفس الوقت ذي كان عندنا تقريبا 15 نقطة. تتكلم عن الاول متصدر؟ اي نعم متصدر. اليوم ما عندنا الا انت خابر، ما يحتاج اقول لك هاي واحد. لكن ان شاء الله اليوم المدرب بيعالج الاخطاء ان شاء الله. ما عندنا اي غيابات، ما عندنا اي غيابات، ما عندنا الا ناصر خلفان. ناصر خلفان حس بوعكه في التمرين من المباراه اللي فاتت، لان عنده كانت وعكه خفيفه. اما الباقي المحترفين موجودين، وان شاء الله يعطونا مباراه جيده وتليق بديربي الهلال. السؤال المهم، ليش النادي الاهلي يفقد ثلاث نقاط في الوقت الاخير؟ يمكن المباراه الماضيه صحيح. اخر 12 دقيقه وين التركيز؟ ايش اللي قاعد يصير؟ فايز 2-0، ايش اللي صار؟ اكيد اكيد اشتغل المدرب على حتى في المؤتمر الصحفي قال انا اعالج اخطائي اللي انا طلعت لي في المباريات. يعني احنا بس عندنا الفنلايز، يعني يقول التخليص، نعم تخليص بس النتيجه، ولا احنا نادي مباراه حلوه من بين الريان وبين الخور اليوم للعربي. ان شاء الله ان شاء الله ناخذ الثلاث نقاط في ديربي الهلال. فالكم التوفيق، يعطيك العافية. كان هذا هو الحديث بالنسبة لفريق النادي العربي الذي يبحث عن أن يتساوى بالنقاط مع صاحب المركز الثاني، وفريق النادي الأهلي الذي يبحث عن أول انتصار ويبحث عن ذاته. لأن فريق النادي الأهلي السؤال المهم جدا، ليش قاعد يفرط في المباراة في الدقائق الأخيرة؟ المباراة الماضية آخر 12 دقيقة تعادل، يعني كان فايز 2-0. هذا كل اللي عندي في أرض الملعب. عودة لك كابتن عادل.